احنا اليوم جينا وصلنا الى منطقة هانجافان. هانجافان مشهورة بالمياه الحارة، ينابيع المياه الحارة. هذا المي طبيعي ينبع من العيون من الجبال. شوف الدخان اللي يطلع. المواطنين اللي سكنت المنطقة هذه حول العيون هذه يبنون هذا مثل غرفة، ومسوين بداخله أحواض. مثلا نخرج ونشوفه، هذه الأحواض مثلا ممكن تجي تأجر هذا المكان حسب اتفاق مقابل فد مبلغ من المال، تدفع لفد 3000 4000 درهم، ما يعادل 10 دولارات، وتقعد به هذا الحوض اللي فيه مي مياه معدنية حارة. يستخدمونه لعلاج أمراض المفاصل وآلام الموجودة بالعظام. مشهورة هذه منطقة العيون طبعا. اسم المنطقة هانجافان. هسه هذه العين الثاني هنا صاحب المنطقة، هذا الشخص اللي نتفق وياه حتى يأجر لنا المكان إذا أريده. هذا الحوض الآخر، عمق الحوض حوالي متر متر وربع. فهنا شو يسوي؟ يجمعون المي في هذا الحوض، يحتفظون به، يبقى ساخن، ينزل يستخدموها، وزايد يطلع يروح يصب النهر. اكو قريب من هذه المنطقة فد نهر اللي يجري به الماء الزايد.